هنروح للموضوع اللي جاي، واعتقد دي بقى هتبقى اخر مره هنتكلم في النقطه دي، لان خلاص يعني احنا مش عايزين نشغل بالنا اكتر من كده، ولكن احنا مفروض برضو ايه ما نعديش كل حاجه كده بتتقال، لازم يكون في رد، بس رد على قد يعني قيمه اللي بيقوله. احنا خلينا نبدا كده الموضوع، بنقول ان احنا كاهلاويه او كنادي اهلي اكيد احنا بنعيش واقع، ولكن البعض الاخر بيعيش الوهم. طيب بعد المباراه لقينا كمية هجوم زي ما حضراتكم أكيد تابعتوا، وانتقادات شديدة كانت من بعض الناس يعني اللي اتكلموا عن فريق الأهلي، وإن هو يمكن ما قداش شكل أو كانوا منتظرين إن هو يفوز بسكور مثلا، مش عارفة، بس كانوا بيتكلموا عن الأهلي. اللي خلينا نرجع نقول تاني، النادي الأهلي اللي هو شارك في كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه بمجرد الهزيمة اللي حصل في مباراة، وقدام مين؟ قدام تاني نرجع نقول بايرن ميونخ، يعني بطل أوروبا. الجهاز الفني واللاعبين عليهم اعتقد عدم النظر، لو احنا بقى هنتكلم لكل هذه المهاترات وهنسميها اكيد مهاترات، والتركيز في اسعاد الملايين من الجماهير المتواجده في ارض المونديال اللي قدمت لوحه فنيه رائعه في المباراتين اللي فاتوا، واكيد برضو نرجع نقول مستنيين الكثير منهم ان شاء الله في مباراه بكره. بس خليني برضو اروح معاك يا كريم لنقطه بصراحه، امبارح وانا بتابع برنامج ملك وكتابه للمهندس عادل القيعي والاستاذ ابراهيم المنيسي، عجبني قوي حاجه كان قالها المهندس عادل القيعي، كان قال كده ممكن او من حقك ان انت تفتكر نفسك عتريس، عتريس اوكي الفيلم لو تفتكر. أيوة طبعًا، ولكن طبعًا المهم ان الغير يشوفك عتريس، هي دي النقطه، فمش مهم يعني لما نيجي نتكلم عن، معلش والله. طب لما الانتقادات تجيلك من فؤاده بقى يبقى ايه الكلام؟ يعني خلينا نبقى صراحه مع بعض، الفيفا لما تحدثت عن النادي الاهلي قالت اداء بطولي لزملاء الشناوي، ده كلام الفيفا، ولما جه الكاف او الاتحاد الافريقي تحدث قال شكرا للاهلي جعلتمونا فخورين باننا افارقه، شكرا النادي الاهلي جعلتمونا فخورين باننا افارقه. طيب لما ده يبقى تصريح الفيفا وده يبقى تصريح الاتحاد الافريقي، تبقى الصحف الاوروبيه والدوليه والاماراتيه المختلفه بتتحدث حتى بعد زي ما بنسميه يعني الهزيمه، طيب انت حضرتك منتظر ايه يعني، او منتظر ان احنا نلتفت لايه؟ على كل حال